تهيئة الآفاق وتغيير المواقف شعار دولي يهدف إلى تهيئة بيئة عالمية لتمكين وتشجيع الفتيات للالتحاق بوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامي. وعلى المستوى المحلي فإن شعار النسخة التاسعة لهذا العام يتمثل في تعزيز الفرص الوظيفية التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشابات والفتيات. الأمين العام النائب لوزارة البوسطة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد صالح إبراهيم ممثلا للوزير قال في خطابه الافتتاحي إن الاحتفال بهذا اليوم قد أنشئ من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ويحتفل به في أكثر من 150 دولة، ويهدف إلى بلورة جهود الفتيات والنساء للحد من الفجوة الرقمية وتقديم أفضل ما لديهن، كما يشجعهن على متابعة الدراسة في القطاع التكنولوجي من خلال التدريب على البرمجة وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة والحاسوب، مضيفا بأن احتفال هذا العام نظرا لحالة الطوارئ العالمية المتعلقة بوباء كوفيد-19 تتمحور حول أنشطة شبكات التواصل الاجتماعي وبشكل افتراضي. ويتخلل أنشطة هذا العام مؤتمر عن بعد لحوارات مباشرة تشارك فيها عدد من تلميذات المؤسسات التعليمية، حيث تناقش من خلالها مواضيع البنات ومهنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، ثقافة الانترنت ومخاطره، والفرص التي توفرها شركات الهواتف المحمولة للشابات والفتيات التشاديات. كما أن المشاركات سيقمن بطرح بعض الأسئلة على المؤتمرين، ويتوج الاحتفال بمسابقة يتم إعلان نتائجها في نهاية المطاف. إن تنمية أي بلد من بلدان العالم اليوم يحتم على جيله إتقان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر أصبح ضرورة حتمية من أجل مواكبة مصاف الدول المتقدمة.